بحضور سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الافتتاحي للموسم الجديد 2021-2022. نعم، وأقيم السباق على كؤوس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة طيب الله ثراه، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر سباق عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس المغفور له بإذن الله سمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة، حيث قام سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى الخليفة بتقديم كأس افتتاح الموسم إلى المالك الفائز إبراهيم العفو، فيما قدم سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة كأس الشوط السابع إلى المالك الفائز سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة. كما قام سمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ إبراهيم بن راشد بن عيسى الخليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى عبد الله فوزي ناس، وكأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز ألان سميث، وكأس الشوط السادس إلى المالك الفائز علي ناصر المؤمن. فيما قدم سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمس نيلور، وكأس الشوط الخامس إلى المضمر الفائز ألان سميث.